احلى مساء عليكم او احلى صباح عليكم حسب التوقيت اللي انتوا بتسمعوني فيه دلوقتي. النهارده هتكلم بطبيعتي جدا وهتكلم تلقائي جدا، هتكلم عن موضوع اللي زاد عن حده وهوس السوشيال ميديا وبوستات السوشيال ميديا عن كذبة ابريل. عارفين بتحسسوني بايه؟ بتحسسوني ان انتوا طول السنه ما بتكدبوش خالص وبتستنوا بس شهر ابريل عشان تكدبوا. يا جدعان احنا عرب، عارفين يعني عرب؟ يعني لو ما كدبناش نتحرق نموت يجيلنا تسلخات تحت بطنا كده يعني. بقى مين يعني مثلا الاقي واحده بتقول لزميلتها ايه، بصي اختار الشاب اللي عينك عليه وخشي كلميه في الانبوكس بتاع الفيس، تمام؟ قولي له انا بحبك، لو زبطت معاكي قشطه شقطي عريس، لو ما زبطتش معاكي اضحكي عليه قولي له دي كذبه ابريل. يا شيخه دي كذبه ابريل متبريه منك ومن امثالك، ملهاش قرف. واحد تاني برضو يجي يقول لك ايه، يا جدعان انا طلعت القمر وكلت مشمش. دي كذبه ابريل يا جماعه. ماشي انت هتصيع، يلا هتصيع، يلا انت اخرك تطلع في وسط البيت تمام وتضرب صباعين المحشي الجمال وخلصت على كده اتعشى. ويا جماعه المحشي استوى ديريني، خد لك صباعين فلاوه ديريني. اللي انا بعمله ده، واللي يقول لك مثلا انا يا جماعه خارج النهارده مع هيفاء وهبي، بس قلت لها معلش اصل انا مدة ميعاد لنانسي عجرم. انت مين يالا؟ انت مين يالا عشان تخرج مع نانسي عجرم ولا هيفاء وهبي؟ انت مين؟ انت اخرك يالا تتابع في صمت، تكرش في صمت كده، اخرك تكلم انت عارف مين؟ ام بوندو، عارف ام بوندو بتاعت المساكن؟ هو ده اخرك يالا. طبعا يا جماعه انا بهزر عادي يعني، بنهزر وبنضحك كل الفيديو انا عامله بس عشان نضحك ونهزر، وعادي برضو انا جت عليا فتره كنت بعمل كده عادي، جو بوستات فيسبوك كده اهوت. طبعا انا بشكر كل الناس المتفاعله معايا، طبعا اكتر واحد من الشباب عماد عادل، واكتر واحده من البنات هبه مصر، وطبعا شكر خاص لرضوى محمود على دعمها المتواصل ان هي بتساعدني في حاجات كتير قوي طبعا في الفيديوهات تمام. وجينا للنهايه اهوت يا جدعان، ما تنسوش بقى الناس الجديده تشترك تحت من القناه، تعمل سبسكرايب وتعمل لايك وكومنت، وكمان الناس اللي بتتفاعل معايا في الكومنتات هقول اسمكم في الفيديوهات، تفاعلوا معايا اكتر وهقول اسمكم في الفيديوهات تمام. وبرده ما تنسوش تابعوني، هتلاقوا لينك الفيسبوك اكونت الفيسبوك تحت الفيديو. سلام سلام سلام.